the imamat. فضلكم الله والله نرحب بكم يكون لنا هذا سعادة والله للدنيا والآخرة تكون والله سعادة لنا والله هنا هذه سعادة الله يبارك فيك حياكم الله الله يبارك فيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم جميع بلاد المسلمين ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلب وقت النزع إيماننا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وفرق بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وخالف بين وجوههم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق جميع ولاة المسلمين بطانة صالحة. اللهم اجعل جميع بلاد المسلمين يا ربنا يدا واحدة على من سواهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخذلنا أمامهم. اللهم اجمع جميع بلاد المسلمين والمسلمين والمؤمنين أمام الكفار صفا واحدا يا أرحم الراحمين. اللهم اسمع قالنا وارحم حالنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.